إلى الحارس الدولي السابق بشير عزيز وحارس القوة الجوية يشكو حاله إلى المعنيين، نتابع. صباح الخير على العراقيين جميعا، صباح الخير على الرياضيين. أنا هسه قمت من النوم وهذا بكاني هنا، هذا باب وهذا بكاني، كنت نايم هنا، هسه بعدني هسه قمت من النوم. أنا هنا فوق السطح. يا ناس يا رياضيين، أنا حارس المرمى القوة الجوية بشير عزيز. يا أهل الرحم، خلوا رحم بيكم. يعني أنا هيجي خدمت العراق ومثلت منتخب شباب ومثلت الجوية، هيجي يصير بيه لا حد يبقى ينظر بحالتي. أنا فوق السطح هسه نايم هنا زين، وهاي كانت المناشدة. يعني كابتن رزاق، واحنا نشوف هذا المقطع بصراحة، نجم دولي يمثل منتخبات، مثل واحد من أعرق الأندية، بهذا الحال شوية صعبة. أكيد صعبة، والصراحة يعني العراقي رخيص عند العراقيين، عند العراق يعني للأسف رخيص، يعني لاعب والبشر اللي شوف يومية يروح لنا المئات يعني، فكيف اذا شخص صار له سنين مثل العراق، هسه الموجودين اللي مثل العراق الان وتركوا نسوهم، فكيف اللي كانوا يعني، شوف عائله المرحوم ناطق هاشم. لكن هذه مو المناشده الاولى لبشير عزيز. صراحه انا احنا ممكن بالقوه الجويه، انا ويا سيد راضي اخذ له صراحه، اخذ له شقه واخذ له سكن و راضي شنيشه؟ نعم اخذ له وقعده تقريبا دفع مال سنه، لكن ما ادري هو صار هو شوي بعض الاحيان بشير شوي خلينا نقول مو مزاجي يعني، بعض الاحيان يتنرفز او يضوج بسرعه من المكان، فما ادري، اتمنى انه يهتمون به. يقول لك عايش بالسطح، عايش في الشقه وساكن بالسطح.